إذا مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي الخفيفة. وعقب الافتتاح استعرض الرئيس السيسي مكونات محطة عدلي منصور واستمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات هذه المحطة ومسارها وكذلك القطار الكهربائي. كما استقل الرئيس السيسي القطار حتى وصل به إلى محطة بدر، وهناك استمع إلى شرح تفصيلي عن البنية الإنشائية للمحطة. يأتي ذلك الافتتاح ضمن مشروعات النقل والطرق والتي تعد من أهم القطاعات الحيوية التي شهدت تطورا خلال السنوات القليلة الماضية، فلا يمكن تحقيق نهضة حقيقية دون الاهتمام بهذا القطاع، ومن هنا جاء اهتمام القيادة السياسية الكبير به.